أما ما كانت القرآن الكريم عند علي بن أبي طالب فحدث ولا حرج. أذكر لكم موقفين اثنين. نزل قول الله فيه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في سورة البقرة. قال علي رضي الله عنه: خرجت ذات مرة معها 4 دراهم، يقول: فأنفقت درهما في الليل، وأنفقت درهما في النهار، وأنفقت درهما سرا، وأنفقت درهما جهرا، فأنزل الله هذه الآية. يريد رضي الله عنه أن يدرك الفضل كله رضي الله عنه وأرضاه. من شدة حبه للإنفاق يقول: كنت أصلي ذات ليلة فسمعت فقيرا يسأل، يعني من يعطيني، فقير، يقول: فدخلت يدي في جيبي فأخرجت درهما فألقيته، رميت عليه وأنا في صلاتي حتى يأخذه ذلك الفقير. بل حبه للقرآن، القرآن، اسمعوا ماذا يقول. يقول: والله والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، أنزلت في ليل أو في نهار أو في سهل أو على جبل. القرآن، القرآن، وش وضعنا مع القرآن؟ لو نسأل بعضنا اليوم عن قل هو الله أحد الله الصمد، وش معنى الصمد؟ وحنا نحفظها ويحفظها أطفالنا، ربما الكثير وقف وهو لا يعرف معناها. يعرف القرآن، ولذلك عمل بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه.